ميت خربانة. اللوحة دي آخر رسمة. ازاي ما لفتتش نظري لما دخلت الشقة قبل كده؟ دي قمة في الإحساس. اللوحة بتتكلم، سامعة حضرتك؟ بلاش مبالغة، دي لوحة بسيطة جدا. اسمحي لي أقول لك يا هانم، أنت موهبة مرمية في العمارة دي. ربنا يخليك. سوري على لفظ مرمية، أنت موهبة مدفونة في العمارة دي. إيه الجو ده؟ رومانسية وكده؟ حياتك وحيد، انت بتزعق ليه؟ انا بحب ازعق في الاماكن الهادية يا ستي. متر بياحة بياحة، واطي صوتك. انا مقفر وشارب خمرة. انت بتشرب خمرة؟ انت فايز احلام يا رب. ويا ترى حضرتك اللي بتختاري الالوان ولا بتيجي معاك كده؟ تيجي معايا كده؟ لا، انا اللي بختار الالوان. انت فظيعة فظيعة فظيعة، حتى العقد نفسها قطعة فنية. اه ده ده الذكرى اللي فضلاني المرحوم جوزي، اصل كان كل ما يخلع سنه احتفظ بيها. لما مات لقيت عندي طقم، عملت عقد، بحس بالامان اول نفسها. يعني ليه سنان جوز حضرتك؟ انت كنت متجوزه جمل بقى. ممكن فنجان قهوه؟ واضح ان الكلام بينا هيطول. حاضر هعملها حالا. من فضل حضرتك، كنت اكلت قبل كده حاجه عندكم مشطشطه كده؟ لا ما بحبش الشطه، انا تعبان بتعب منها. الدكتور قال لي ما تاكلش شطه. خلاص بلاش، بعد شويه بعد اذنك. شكرا. وحيد انت عصبي كده ليه؟ ولا عصب ولا حاجه يا ست. وحيد انت بويجك ايه؟ لا ثانيه واحده، انا هعرف. يا طايه انت بويجك طيابي ولا هوائي ولا مائي؟ سكني سكني، واخد ناصيه كمان. واو، ايه الكلمه اللي اولها بي واخيها كيف؟ بفتيك. من فضلك ثبت حواجبك، مش عارفه ارسمك. انا مش بالعكس، ده من برد. كان يا مكان، كان في زمان ولد غلبان اسمه وحيد، وعيوسته اسمها هيام، وتوته توته خلصت الحدوته. حلوه ولا ملتوته؟ تصبح على خير يا انسه هيام. تصبح على خير يا حبيبي. حبيبي دي بتغزني. يا رب يا رب، معجزه من عندك يا رب. شكرا يا رب.